يشكل ميثاق العمل الوطني علامة فارقة في تاريخ مملكة البحرين لما حققه من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية جعلت البحرين في مصاف الدول المتقدمة ديمقراطيا وحقوقيا وإصلاحيا. نعم، حيث أصبح الميثاق المرجع الأساسي للعمل التشريعي وساهم بشكل كبير في دعم وتعزيز العمل التشريعي من خلال الأسس التي وضعها الميثاق على جميع المستويات. ميثاق العمل الوطني خريطة طريق مزدهرة كفلت للمواطن البحريني حقه في توفير كافة سبل الاستقرار والرخاء ضمن مشروع ديمقراطي شامل ونهج إصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، حقق مسيرة تنموية شاملة ومستدامة في كافة القطاعات، كرس من خلالها دعائم الديمقراطية الحديثة ضمن إطار دولة المؤسسات والقانون بدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ونقل ميثاق العمل الوطني مملكة البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة والرائدة وفق المشروع الإصلاحي بقيادة جلالة الملك المعظم والتفاف الإرادة الوطنية والإجماع الشعبي العام للمضي قدما بخطوات راسخة ومدروسة نحو تحقيق المزيد من التقدم والنماء. ويعد ميثاق العمل الوطني اليوم هو مرتكز الحياة البرلمانية والممارسات الديمقراطية في المؤسسات الدستورية في مملكة البحرين في ظل ما تحظى به السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب من دعم ملكي سام متواصل وتعاون وتنسيق حكومي مستمر لتحقيق التطلعات والطموحات والأهداف المنشودة للجميع. وفي ظل الحراك النيابي الحالي أعطى ميثاق العمل الوطني المجال الواسع لأعضاء المجلس الوطني بالعمل الصادق نحو تفعيل أدواتهم الدستورية لخدمة الوطن والمواطن وضرورة الإلمام بكل ما يتمتعون به من صلاحيات للاستفادة من مبدأ الحرية الاقتصادية وحرمة الأموال العامة والثروات الطبيعية وتوافر حقوق السكن والعمل والصحة والتعليم والتعبير، مع الأخذ بعين الاعتبار الأمن الوطني كونه السياج والحصن الحصين لحماية البلاد وصيانة أراضيها ومكتسباتها ودعم مسيرة التنمية الشاملة.